بسم الله. ربنا اجعلنا نبث الحق في كل أرجاء عالمك يا كريم، حق يسعد من قلوبنا الطاهرة الصادقة إلى كل الخلائق، كون لها روح أو ليس لها روح، احنا دورنا هو التبليغ، فأعنا على هذه المهمة العظيمة يا كريم. يعني قل يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا، أنزل إلينا القرآن وما أنزل من قبل عليكم، أنتم وأنتم شوهتوا، vous avez lésé la parole divine، وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. الحقيقة لي دعتكم مشتركم علينا أنكم فاسقين خارجين عن سكة الصراط المستقيم، والسلام على أمة الإسلام.